بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 134. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله مما عابه الله على المشركين، وهما شيئان: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه عليهم. ثم قال رحمه الله: ثم منهم، أي المشركين، من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم، كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة، وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: أصل الشرك أمران. نعم. الأمر الأول أن يعبد غير الله بما شرعه الله من الذبح والنذر والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، فتصرف لغير الله عز وجل، ويريدون من وراء ذلك أن هؤلاء المعبودين يشفعون لهم عند الله عز وجل، وهذا شرك الأولين والآخرين على هذا النمط. نعم. والأمر الثاني منهم من ابتدع دينا عبدوا بالله. الأمر الثاني الابتداع، أنهم يعبدون الله بما لم يشرع، أنهم يعبدون الله بما لم يشرعه الله عز وجل من أنواع البدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. فهم إما أن يعبدوا غير الله بما شرعه الله لنفسه خاصة فيجعلونه لغيره، وإما أن يبتدعوا من عندهم ما يتقربون به إلى الله عز وجل، والله لم يشرعه، والله لا يقبل إلا ما شرعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي شرعنا، فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل دين المشركين وأهل الضلال، إما الشرك في العبادة وإما البدعة في العبادة. إما أن تكون العبادة مما شرعه الله لكن يشركون مع الله غيره فيها، وإما أنهم يبتدعون هم عبادة لم يشرعها الله ويتقربون إلى الله بها، والله قد ردها. بل إن عبادة غير الله من شر البدع، لأن عبادة غير الله ابتداع في الدين، والشرك هو أعظم البدع والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله. هو من هذين الأمرين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله وذلك بالبدع، وإما تحريم وتحليل من دون الله عز وجل. نعم. ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى
عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله. هذا هو الأصل العظيم الذي مشى عليه الأئمة كالإمام أحمد وإخوانه من الأئمة والعلماء الراسخين، أنهم يقسمون الأمور يقسمون الأمور إلى قسمين، وهي أعمال الخلق. الأمر الأول عبادات والأمر الثاني عادات. فأما العبادات فالأصل فيها التوقيف، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، لا يشرع منها إلا ما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأمر الثاني عادات، الأصل فيها الإباحة إلا ما حضره الدليل ومنع منه الدليل. فالعادات الأصل فيها الإباحة، وأما العبادات فالأصل فيها التوقيف، فلا يؤتى شيء منها إلا بدليل. والعادات لا يحرم منها شيء إلا بدليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن هذه القاعدة، وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، قاعدة عامة عظيمة. نعم، كل بدعة فهي مكروهة بلا شك، كل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فكل بدعة في الدين ضلالة فإنها مكروهة وهي ضلالة. نعم، ليس منها شيء مستحب كما يقوله من يقوله مما سيأتي ذكره. نعم. وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين، حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه. نعم. وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مكروهة أو هي حسنة، للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع والقياس الذي دل عليه الكتاب والسنة أن كل بدعة ضلالة، لأنها تشريع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ولكن من الناس من عارض هذا وقال ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدع حسنة. فالبدعة عنده تنقسم إلى قسمين: بدعة ضلالة وبدعة حسنة. وهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فهو يقول للرسول: لا، ليس كما قلت، بل هناك بدع حسنة. وإن لم يقل هذا، لكن فعله يدل على هذا، شاء أم أبى، فهو يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس هناك بدع حسنة إلا في أمور العادات كما سبق. أمور العادات يتجدد منها شيء أحسن مما سبق، هذه أمور العادات. أما العبادات فلا، ليس فيها شيء حسن. البدع في العبادات ليس منها شيء حسن، لما سبق أن العبادات توقيفية لا تشرع إلا بدليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم، ويستدلون بشبهات الذين يقولون هناك بدع حسن. أن هناك بدعا حسنة، يستدلون بشبه، منها قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في التراويح على إمام واحد، وكانوا يصلون متوزعين جماعات متفرقة في المسجد، لأن التراويح أصلها شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأصحابه ليالي من رمضان، ثم لما كثروا وضاق المسجد تخلف عنهم صلى الله عليه وسلم فلم يخرج حتى جاء إلى صلاة الصبح. ولما صلى الصبح وانصرف منها قال لهم: أما إني لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعونها. فهو تخلف عنهم صلى الله عليه وسلم لئلا تفرض عليهم، بعدما أثبت لهم أنها سنة بفعله صلى الله عليه وسلم، أثبت لهم أنها سنة بالليالي التي صلاها،
ثم تخلف عنهم خشية أن تتدرج من السنة إلى الفرضية ثم يعجزون عنها رحمة بهم. هذا بين صلى الله عليه وسلم السبب في هذا، وبقوا يصلون متفرقين في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر. فلما خرج عمر رضي الله عنه في خلافته ليلة من الليالي ووجدهم متفرقون، يصلي الرجل ويصلي بصلاته الرجل والرجلان والرهط، رآهم متفرقين في المسجد فأراد أن يجمعهم ويعيد السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفرضية انتهت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يفرض شيء إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع شيء بعد وفاته، لأن الله أكمل به الدين قبل أن يتوفاه إليه. فأراد عمر أن يحيي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم على إمام واحد، جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان يصلي بهم جماعة. خرج إليهم بعد ذلك وهم يصلون خلف إمامهم فقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها، يعني قيام آخر الليل. فقوله نعمة البدعة هذه أخذ منها هؤلاء أن هناك بدعة يقال لها نعم البدعة وأنها حسنة. وعمر رضي الله عنه لم يرد البدعة في الدين، وإنما أراد البدعة اللغوية، وهي الشيء الحسن، الشيء الحسن. يعني نعمة البدعة يعني ما أحسن هذا، بدليل أن التراويح ليست بدعة، لم يبتدعها عمر، وإنما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعادهم إليها وأحياها، أحياها رضي الله عنه. لأن المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من اجتماعهم خلف إمام واحد قد زال بموته صلى الله عليه وسلم. فقول عمر نعمة البدعة يعني البدعة الحسنة اللغوية، البدعة اللغوية المستحسنة لغة لا شرعا. والتراويح ليست بدعة، وإنما هي سنة أحياها عمر رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها، فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع. نعم، ومن الشبهة التي يعتمدون عليها بعد الشبهة التي أخذوها من قول عمر، شبهة وهي ما كثر في الناس، يعتبرون ما كثر فعله من الناس أنه سنة، ويقولون يعني كون عليه كثير من الناس وكون الناس استمروا عليه هذا يدل على أنه سنة، ولو كان ضلالا أو بدعة لما أكثروا منه. وربما يستدلون بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه الناس حسنا، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فيقولون هذا دليل على أن هذه بدعة حسنة، كون عليه كثير من الناس وكونوا فعلوه في سنين متعددة هذا دليل على أنه حسن. ومراد بن مسعود ما رآه المسلمون يعني ما أجمع عليه المسلمون. نعم، ما أجمع عليه المسلمون فهو حسن، والإجماع حجة وهو من أصول الأدلة. ليس مراد بن مسعود إن ما رآه بعض الناس ولو كثروا، ما رآه بعض الناس ولو كثروا فهو حسن ولو لم يكن له دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. حاشا وكلا أن ابن مسعود رضي الله عنه يريد هذا المعنى، وإنما يريد ما أجمع عليه المسلمون، والإجماع حجة بلا شك. فليس لهم في هذا دليل. الكثرة لا تدل على الجواز ولا على المشروع ولا على الاستحباب، لأن الكثرة إذا لم يكن لهم دليل فهم على خطأ. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست حجة إلا إذا كان معهم دليل من كتاب الله، بل من معه الدليل ولو كان واحدا فإنه على الحق. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع، إما بأن يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه
إجماعا وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك، أو يستنكر تركه لمعتاده. هذه الشبهة التي يدلي بها اليوم المبتدعة، نعم، في خصوصا في بدعة المولد، بدعة الاحتفال بالمولد، يقولون هذا كثر في الناس ومن عهود متقدمة وقال به فلان وقال به علان، ويطنطنون بمثل هذه الأمور. هذه يحكمها أنها ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وما كان كذلك ولو كثر من أخذ به أو قال به فإنه لا يعتبر، العبرة بالدليل. نعم. قال: بمثابة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. نعم، هذه حجة الأولين، حجة الأولين من أهل الضلال الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني إلى القرآن، نعم، وإلى الرسول أي إلى سنة الرسول بعد موته، تعالوا ننظر ما يدل عليه الدليل، قالوا لها حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني نتبع ما عليه آباءنا ولا نتبع ما في القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لهم شبه بأولئك، أنهم يحتجون بالعادات ويحتجون بما عليه الناس ولو كان مخالفا لما في القرآن والسنة. نعم. وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها. وهذه هي الآفة التي أصابت المسلمين، وأن هذا يصدر ممن يدعي العلم ويدعي العبادة والورع، أنه يخالف الدليل ويتبع من قبله من أهل الضلال أو من أهل البدع، ويشرع للناس ما لم يأذن به الله عز وجل، محتجا بما عليه الناس وما عليه الكثرة في الأزمان. والكثرة وإن تكررت فليست بحجة، لأن الله عاب على المشركين أنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذه حجة قديمة ليست جديدة، وأحياها هؤلاء في مسألة البدع، واحتجوا بما عليه آباؤهم وأجدادهم ومن وجدوه من الناس بدون دليل. هذه ليست بحجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذنب البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع، يعني غرض هؤلاء، نعم، إما من الأدلة الشرعية الصحيحة أو من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأولين في الجملة. نعم، ما جاء يعارض هذا الأصل وهو أنه لا، أن كل بدعة ضلال، أنه لا شرع إلا ما شرعه الله، وأن ما خرج عما شرعه الله فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما جاء معارضا لهذا الأصل لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون دليلا صحيحا وإما أن يكون شبهة باطلة. فإن كان دليلا صحيحا فإنه يكون مخصصا للأدلة العامة ومقيدا للأدلة المطلقة، مقيدا للأدلة المطلقة، وما كان غير صحيح فإنه مردود على صاحبه. هذا حاصل ما سيقوله الشيخ رحمه الله في هذا الأمر. نعم. قال: ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان، أحدهما أن يقولوا: فإذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح، فالقبيح ما نهى عنه الشارع، وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح بل قد يكون حسنا، فهذا مما يقوله بعضهم. نعم. المقام الثاني أن يقال عن بدعة معينة: وهذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كيت وكيت. وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة. هذا كما سبق أنهم يقولون ليس كل بدعة ضلالة، لأن البدعة قد يكون فيها ما هو حسن، فنقول ما هو حسن هذا جاء به الشرع، فالشرع إنما أمر بما هو حسن ونهى عما هو قبيح، عما هو قبيح. فإذا كان ثبت أنها حسنة فلا بد أن الشرع تابها، فنبحث لها عن دليل، نبحث لها عن دليل من الشرع، فإن دل عليها دليل فهي حسنة، وإن لم يدل عليها دليل فهو سيئة. نعم. قال رحمه الله: والجواب: أما القول إن شر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار،
والتحذير من الأمور المحدثات، فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا فلا يحل لا معارض لهذا. نعم، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغب. نعم، لا يحل لأحد أن يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا أحد يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لا، هناك بدعة حسنة ليست ضلالة، فينفي عموم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين، إما أن يقال إنما ثبت حسنه فليس من البدع، ليس من البدع بل هو من الشرع، لكن نبحث له عن دليل، لأن ما كان حسنا فلا بد له من دليل، يدخل تحت عمومات الشرع. نعم، فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه. نعم، وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم. إيه نعم، إذا ثبت حسنه فهو مخصوص من عموم قوله كل بدعة ضلالة. مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس بحسن، أما ما كان حسنا فهو داخل فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، والعام والمخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص. نعم، فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص. أي نعم، الرسول قال كل بدعة ضلالة، الذي قال هناك بدعا حسنة احتاج إلى دليل، فإذا جاء بدليل قلنا هذا مخصص، هذا مخصص للعموم. مثل نعم. ما تقدم من قولك عن أمر عمر أنه ليس بدعة مطلقة، نعم، كان على أصل شرعي. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة لتصرم وقتها. شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وشكر لكم مستمعين الكرام حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله على خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.